السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في القناة. اليوم أنا عندنا موضوع نتاع لي ماشين توجور تاع الكحل، وهذا الموضوع مهم لازم تتبعوه باش تعرفوا كيفاش تولوا تصلحوا لي ماشين نتاعكم بوحدكم بلا ما تديو للإصلاح، في حالات يكونوا تنجموا انتم تصلحوهم بوحدكم كما درت عدة فيديوهات. تبعوني باش تفهموا هاد المشكل نتاع هاد لا ماشين كيفاش. دركا راه عندنا هذا اللي يديروا به بوان داري، شوفوا كيفاش راه داري له، هذا راه يطلع ويهبط بوحده كما غادي تشوفوا دركا. كي تكون لا ماشين تخدم هو يبدا يطلع ويهبط بوحده. هاد الريباراسيون كيفاش تسقمو كيفاش تصلحو هاد المشكل، تبعوني باش تعرفو باش تولو تصلحو بوحدكم هاد المشكل كما هذا. هنا عندنا زوج تاع لي فيس، يعني غادي نحلهم، غادي نقلع هادو كما راكم تشوفو. فوالا حاجة سهلة ماهي واعرة، ما المهم هذا كما قلت لكم راه كيما يخدم يطلع ويهبط كما راكم تشوفوا. دركا غادي انا نشوف هنا، هنا يجي واحد الفيس يجي هنايا كما راكم تشوفوا هنا. فوالا هذا ما راش هنايا الفيس في هاد البلاصه هنايا كما راكم تشوفوا. وهاد الفيس هو المهم في هاد هادي اللي دير بوان داري، ها هو الفيس هنايا ما كانش. وهنايا في هاد الحالة نجي لهنا ندير التورنوفيس من هاد الجهة هنايا، فوالا كيما راكم تشوفوا. فوالا كاين واحد البلاصة دير فيها التورنوفيس باش تزير، تبت هذا مع هذا. انا غادي هنا راكم تشوفوا غادي نزير، فوالا فوالا نزير هذا، فوالا هاني زيرت هنا فوالا. دونك هنا هذا راه حاكم، مي كي ما يكونش هاد الفيس هذا هذا اللي زيرته دركا كما راكم تشوفوا، كي ديروا هاك وهاك غادي ينحل. دونك هنا خصو واحد الفيس هنايا باش يثبت هاد الفيس اللي زيرته، كيما يكونش هذا هذا يولي يطلع ويهبط بوحده. فوالا راني جبت الفيس هنا، هاني نديره هنايا باش نثبت لو بولون اللي درته باش ما يعاودش ينحل. فوالا وتزير هنا مليح. فوالا دونك هنايا هذا راه مثبت لو بولون، مام نقعد نطلع ونهبط ما غاديش ينحل لو فيس اللي زيرته. هذا هو البروبليم اللي يكون في هاد لا ماشين كي يكون هذا يطلع. هذه حاجه سهله تنجموا تخدموها بوحدكم، وغادي نرد هادو ونشوفوا كيفاش تكون لا ماشين نتاعنا، اسكو تزيد دير هذاك المشكل ولا ما ديرش. ما تزيد جامي دير هذاك المشكل. فوالا دركا تنيتو من المشكل نتاع هاد لو بروبليم نتاع البوان داري، تولي تطلع وتهبط كيما تبغي وتقعد في بلاصتو ما يبوجي ما والو. نقولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.